في حضرموت أسس الحاج سعيد بن محيمود بجهوده الشخصية منتدى ثقافيا يهدف إلى توعية أبناء تريم من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة. كما يقوم المنتدى باستضافة شخصيات اجتماعية بشكل دوري لمناقشة قضايا اجتماعية وشبابية تهم المجتمع الحضرمي. مراسلنا حداد مسيهد والتفاصيل. العم سعيد بن محيمود من مواليد تريم عام 1944، شيخ قبيلة آل بن محيمود وعضو في أكثر من 10 جمعيات ومؤسسات خيرية ورئيس منتدى العم سعيد للتنمية الثقافية. العم سعيد بمجهوده الشخصي أسس هذا المنتدى الثقافي الذي أسماه باسمه منتدى العم سعيد للتنمية الثقافية، الذي تأسس في نوفمبر عام 2013. حبيت أسس المنتدى لأسباب كثيرة، أولا من جانب اجتماعي لأنه يحب بالناس، يألف الناس، ندرس قضايا الهم البلد شامل وهم اليمن شامل من جانب اجتماعي، سواء كان في موضوع القاط أو موضوع وأضرار المبيدات، سواء كان الجانب الصحي. في كل لقاء في الشهر، كل خميس من أول الشهر من آخر الشهر نعمل المنتدى، من أن نجمع الشخصيات الاجتماعية جميعها وإعلانات ودعوات، من أي ندرس القضايا ومن ثم عقب ننفذها، سواء كان عبر مطوية، سواء كان نعطيها السلطة المعنية بهذا الأمر وجانب الصحية وجانب الأشياء اللي ذكرتها هذه. وأهم أهداف هذا المنتدى إنه يعالج القضايا الاجتماعية، حيث يقوم بعقد لقاء كل شهر يجمع شخصيات مختلفة لمناقشة قضايا شبابية واجتماعية، ويستضيف شخصيات حكومية وتربوية وطبية ودعوية. حقيقة اليوم التقينا في منتدى العم سعيد، وهذا منتدى من المنتديات التي تميزت بتنوع مواضيعها. نتمنى حقيقة للمنتدى كل التوفيق والنجاح وطرق مواضيع أكثر والمساهمة في مناقشة كثير من القضايا الاجتماعية. هذه من المنتدى من المنتديات التي يجب أن تنتشر في المجتمعات، لأنها أيضا حلقة من حلقات التقارب بين الشخصيات وبين الفئات. المنتدى الذي تجتمع فيه شخصيات مختلفة من مدينة تريم يتناول عدة قضايا، كان آخرها الطب ما له وما عليه، حيث استضاف الدكتور غالب عوض بالقصير، تناول فيه دور الأطباء تجاه المواطنين ودور المواطن تجاه الأطباء، وتمت مناقشة الموضوع مع المشاركين في المنتدى من كافة النواحي. العم سعيد رغم كبر سنه إلا أنه أسس هذا المنتدى حرصا منه على عرض خبرات الآخرين والاستفادة منها، وكذلك الوقوف على أهم القضايا الاجتماعية وطرح الحلول لها. حداد مساعد، قناة بلقيس، مدينة تريم، حضرموت.